حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد عن أنس عن أبي بن كعب قال ما حكى في صدري شيء منذ أسلمت إلا أني قرأت آية وقرأها رجل غير قراءتي فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت أقرأتني آية كذا وكذا قال نعم قال فقال الآخر ألم تقرئني آية كذا وكذا قال نعم أتاني جبريل عن يميني وميكائيل عن يساري فقال جبريل اقرأ القرآن على حرف واحد فقال ميكائيل استزده حتى بلغ سبعة أحرف كلها شاف كف حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا بشر بن المفضل حدثنا حميد قال قال أنس قال أبي ما دخل قلبي شيء منذ أسلمت فذكر معنى حديث أبي عن يحيى بن سعيد حدثنا عبد الله حدثنا سويد بن سعيد حدثنا المعتمر عن حميد عن أنس عن أبي بن كعب قال ما دخل قلبي منذ أسلمت فذكر معناه حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن عباد المكي حدثنا أبو ضمرة عن يونس عن الزهري عن أنس قال كان أبي يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرج سقف بيتي وأنا بمكة فنازل جبريل ففرج صدري ثم غسله من ماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب مملوء حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه